تبر وراي غطي مطلع الشمس الشرق داعمين ترادنا من الأول مجدهم ساسه على خيل ونور مجدهم ساسه على خيل ونور باللي عنوا مشاركين حضرة من كل مدى يخسرون بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد في انطلاقاتنا المتواصلة من خلال انطلاقة هذا المهرجان مهرجان البيت متوحد شوطنا الثالث عشر للإبكار ومقيض الدار انطلقت الأسماء الكبيرة والشعارات الرنانة الباحثة عن الفوز وعن الناموس أبدأ مع أول المراكز مع عنيدة لعبد الله بن حمد بن بهيان العامري يقدم لنا عنيدة مع أول التحديات وأول الانطلاقات المركز الثاني الحضور من الفاتنة عبد الله بالبحري بالنوبي العامري يقدم لنا شعاره بينما القادمة مع المركز الثالث أتابع نهب لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن نعيف العامري يقدم لنا شعاره بينما المركز الرابع القدوم احضرت في هذه اللحظات ووصلت بهذا الوصول اتابع سيوف راشد بن خليفة بالمر النيادي مع المركز الرابع المركز الخامس القادمة بكل قوة اتابع في هذه اللحظات وقدوم من أمسية لعبد الله بن محمد بن حمد الدرعي يقدم لنا أمسية والأسماء الكبيرة الحاضرة من خلال انطلاقة هذا الشوط لكن نعود إلى البداية نعود إلى الصدارة إلى انطلاقة سيوف على الصدارة وعلى التحدي راشد بن خليفة بالمر النيادي يقدم لنا سيوف بهذا العرض الكبير بهذا العرض الممتاز المركز الثاني القادمة الشامخة هنا عبد الله بن عبيد بن حلوس بن حلوس أول ندالة بن شعار بن حلوس وحضور شعاره في هذه اللحظات مع الشامخة المركز الثالث وتابع محنة لسلطان بن علي بن سلطان بن سالم الكتبي والمركز الرابع الحضور في هذه اللحظات من الفاتنة عبد الله بالبحري بالنوبي العامري والمركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من الهبيبة بطي بن سعيد بن سلمه المنصورية ولكن سيوف سيوف والعرض الكبير سيوف والعرض الممتاز سيوف والعرض التلقائي يقدم لنا سيوف راشد بن خليفة بالمر النيادي روح يا ابو خليفة روح روح يا راعي سيوف روح ما شاء الله عليها ما شاء الله حواليها والعصا في الابطال والعرض كبير هذه عروض الأبطال وعروض الكبار يا بالمر يا بالمر يا بالمر يا مرك ويا حلوك يا راعي سيوف يا راعي سيوف روح روح وهات العروض بسم الله عليها بسم الله حواليها سيوف سيوف راشد بن خليفة بالمر النيادي بالمر يعلن انطلاقته نحو الفوز نحو الناموس ما شاء الله عليها لا نعن ما شاء الله تبارك الرحمن يا بالمر يا بالمر إلى العين
سبق العين. الله الله يا بالمر، تهانينا من هذه اللحظات لك على فوز سيوف يا راشد يا بن خليفة يا بالمر يا النيادي إلى العين الناموس وإلى الساروي مباشرة يا بالمر. المركز الثاني كان حضور وتواجد أيضا اللي هي الهبيبة بطيب بن سعيد بن سلمة المنصوري. والمركز الثالث مشاهدينا الكرام كان حضور وتواجد مع المركز الثالث تم لحجاب بن سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. والمركز الرابع مبشرة لخالد بن حسين بن طالب بن حسين المنصوري. والمركز الخامس من احتلت المركز الخامس كان حضور وتواجد ايضا من شوهين لاحمد بن حزمي بن قناص العامري. ما شاء الله على سيوف لراشد بن خليفة بالمر النيادي. والعرض الكبير والعرض المميز من هذا الشعار الكبير والخطير، هذا الشعار وهذه لحظات وصول سيوف توقيتها ولحظات وصولها 4:37 بالوفاء والتمام. تهانينا لك يا بالمر على الفوز والانتصار بكل جدارة. المركز الثاني كان حضور الهبيبة لبطي بن سعيد بن سلمة المنصوري 4:41 5 من الثانية. المركز الثالث كان تم لحياب بن سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي 4:41 9 من الثانية. المركز الرابع كانت مبشرة لخالد بن حسين بن طالب بن حسين المنصوري 4:41 9 من الثانية. بينما المركز الخامس من وصلت شواهين لأحمد بن حزمي بن قناص العامري مع المركز الخامس 4:44 وبدون أجزاء من الثواني. تهانينا لمالك سيوف راشد بن خليفة بالمر النيادي على هذا الفوز والانتصار الكبير، وتهانينا